تقديم مبروك للجيم اليوم. كوتش غسان بلش بتشكيله غير عن ما معوضنا عليها، بلش فيك اساسي اليوم، عملت بيج جيم خصوصا على الديفنس على اسماعيل، رجعتوا فرقتوا جيم اساسي بهذيك المكان. شو رايك تقول لجمهور شوقي اليوم؟ شو بتوقع للبطوله؟ اول شيء بخصوص الجيم، كان عندنا هدف بس انه ننزل اسماعيل عن دبل دبل اللي على طول بيعملها، جربنا نحط عليه فول ديفنس، نعمل اكثر شيء ما فينا بالصاد على الفاز الريبان تبعه. بطلب من جمهور الشامبيون بكره يكون فول هاوس، اذا بكره حققنا الفوز حيكون جيم 7 كثير صعب هون، ما قلت كثير نوصل على الفينال. ميرسي نادين.